وللأسف الأفكار المتعلقة بأنه السائح لازم يجي يحترم عاداتنا وتقاليدنا، السائح مش هيجي لك، السائح مش جاي هنا يتربى ويتعلم الأدب، السائح جاي بفلوسه يقضي أجازة لطيفة ترفع عنه عناء سنة كاملة من العمل. وبالتالي لو أنت فكرت أنك تحافظ على حواسك وأحاسيسك الدينية ومشاعرك الدينية وخايف عليها أنها تغدش، خليك فقير.